كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا رحت على الصالون مشان هالفيديو، مشان زبط شعراتي ويطلعوا كتير زبطين وحلوين، لأنه هالفيديو جايز بدي أشارك معكم خبر بمليون دولار. شو هو الخبر يا نور؟ جايز الخبر هو إنه أنا موجودة على كل قنوات التلفزيون اللي أنتوا بتحضروها تقريبا، الكل مش الكل الكل بس تقريبا الكل. ليش؟ من فترة كتير طويلة كنت عم بشتغل مع سانسيك لأعمل مجموعة شعر خاصة فيه، مكونة من شامبو، كونديشنر، زيت للشعر وكمان ميست أو مثل عطر للشعر، رذاذ للشعر. هي المجموعة جايز كنت ناطرة بفارغ الصبر إنه تنزل لكم، وأخيرا هالمجموعة صارت موجودة بالأسواق، ومش بس المجموعة كمان إعلاني موجود على قنوات التلفزيون. كثير منكم قالوا لي انه شافوني على الام بي سي وعلى كل القنوات الثانيه، سو هذا الشيء بفرحني، وعم تعملوا لي تاج على الانستغرام وعم بعمل لكم ريبوست. انا كثير مبسوطه جايز، مبسوطه كثير 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 انه اخيرا في شارككم هذا الخبر الكثير قوي. يعني هالمجموعه جايز اشتغلت انا وسانسلك عليها، مش انه سانسلك هيك لحالهم، سو هي سانسلك باي نور ستارز. هلا نحن بحمامي على فكره مع كل الكركبه اللي فيه، خليني افرجيكم هذا حمامي، كل شيء كل شيء مكركب، لانه عن جد بدي افرجيكم الحقيقه. يعني ليكو جايز، هون شامبو الكونديشنر تبعي، هون بحمامي نفسه، ليكو هدول هن جايز. استنى لنجيب دقيقة. اوكي هاد طبعا معطر الشعر جايز، عقد ما بحبه حاطه منه واحد بكل مكان بالبيت، بس خلينا نجيب هدول. هاي للبيع وحطهم هون. اوكي اكتملت المجموعة. صوت ما كنتوا شايفين، عنا زيت للشعر، عنا رذاذ او معطر للشعر، عنا بلسم وعنا شامبو. جايز هذا اللون انا اخترته يكون لون لالب يعني او التعليم، سانسيلك باي نور ستارز ثيك اند لونج، كثيف وطويل جايز، بايوتين وزيت خروع. يعني بايوتين وزيت خروع، البايوتين هو فيتامين مثبت انه بيطول الشعر، وزيت الخروع هو زيت بكثف الشعر. سو هالمجموعة لشعر اكثر كثافة بثلاث مرات، ومش بس هيك جايز، هذا لذاذ الشعر، ريحته بتجنن. هي المجموعة كلها على بعضها ريحتها بتجنن وبتدوم، بتدوم ل 24 ساعة. مكوناتها مكونات طبيعية بالكامل، ومش بس هيك جايز، رائحتها رائحتها روعة، بس لما تشوفوها بالاسواق هيك افتحوا وشموا الرائحة قديه حلوة. جايز أنا كتير مبسوطة إنه أخيراً في شارككم هاي الأخبار الحلوة. هلا صحيح نحن بحمامي، بس عن جد جايز لازم تشوفوا كل شيء على أرض الواقع. هاي المجموعة هلا متوفرة بالأسواق في السعودية، موجودة ببندا، وحكتب لكم كتير تفاصيل، إذا في أي تفاصيل تانية حكتبها بصندوق الوصف. شكراً لكل واحدة فيكم عملت لي تاج على الإنستغرام، بحبكم كتير كلكم، عم رد عليكم. حتى أمتلك يومي لازم أتميز بكل طلاتي، لهيك شاركت بابتكار سانسيلك ثيك اند لونج الجديد. والله الإعلان طلع كتير بجنن جايز، كتير بجنن. فيديو اليوم جايز حيكون تحدي ما بنام لليلة كاملة، حروح على بيت رفيقتي وأنا وياها حنسهر نحاول يعني نتحدى بعض، نتحدى بعض. So guys basically انحذف الفيديو اللي انا ونات عم نشرح فيه الفكرة، كنا عم نصور بالسيارة بس ما لقيت المقطع، انحذف من الميموري كارد بشكل مفاجئ. بس الفكرة guys هي كانت اللي بتنام تشتري للتانية سيارة، يعني انه بتأجر لها سيارة او بتجيب لها سيارة على القليلة لشهر. جد الواحد لما بيسهر كتير بيجوع، سو هلأ اللي عملناه انه وقفنا بنص الفيلم لنطلب اكل. هون في نات عم تطلب اكل، شو طلبنا؟ طلبنا جايز كواكامولي، تاكوز، وشو كمان طلبتي؟ وتورتيا تشيبس. يس. إذا ما اشتركتوا اشتركوا، إذا ما حطيتوا لايك حطوا لايك. أوكي إجا الأكل إجا الأكل إجا الأكل. أوهو تاكوز. افتحي له افتحي له. واو واو المنظر مش كثير مشوق. سو هدول التاكوز اللي جبناه هون، شريم تاكوز و كواكامولي جايز. هون عنا نات عم تاكل. عن جد؟ صراحة كنت نحن عم احضر الموفي كان حيغمض عيوني، بس بعدين رن الجرس and they saved me. عن جد؟ بس عيونك مبينين تعبانين. لأنه تعبانة. ولا لو ما اجى الدليفري كنت هلا خسرت وخلصت التحدي. انت قد وقدود. قد وقدود. انه هالفيلم كتير حلو، سو بنصحكم انكم تشوفوه. لازم صحصح الخفان، والله بدي نام، شو عملنا نور؟ ما بعرف، هي بدها تنام، انا عادي صاحيه بعد. بس منا عسين لك، حاسك عيوني من لحالهم عم يسكروا. لا يلا خلينا نكمل الفيلم. حنكمل الفيلم ونرجع ان شاء الله بنخبر. واو 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 جايز، نات قررت تلعب رياضة. سو ناتالي تقريبا حتخفى بعد شوي. لا انا في والله انا كنت فكرتها نايمه. على فكره نور بلا احساس
حساس اليوم ما كأنه ما فيها نعم. توينكل توينكل ليتل ستار نامي ما بدي نام بنظرني لبس هيك غمض عيوني بس بدي هيك ارتاح شوي بس ولا مرة لقطك على الكاميرا بس تسمع صوت الكاميرا انفتحت قبل ما تنفتح على فكرة لما حسك انه امتى اللي تجيب الكاميرا غير بتفتحها عيوني بتفتح عيونها بتعمل فايقة على فكرة المهم قومي كاملة رياضة قومي كانت عم تغفل سمعت الكاميرا وفتحت عيونها مين انا؟ ايه مبلا شفتك كنت مغمضة عيونك ولما سمعت الكاميرا دارت فقتي صار دوري هلا اكشف عليك ابديت لو كنت حتغفل وهلا رجعت صحصحت ما عم يمشي الحال حدا نيني بنت اكبر كذابة امتى انا نمت؟ امتى؟ حيث انا ما بكذب بقي ساعتين ونص لضوء الشمس ليكو الساعة أربعة وعشرة صارت خمسة انا بطل عندي انرجي احكي اصلا Good morning guys لكون الصريحة معكم انا غفلت بس نور كمان غفلت صراحة كتير تعبانة المفروض انا اكون هلا بعد نايمة بس قلت بخبركم شو صار نمنا خسرنا التحدي سو طلبت ستاربكس ونور بعدها نايمة على فكرة هاي لنور وهاي لإلي تحديث جايز هلا الساعة تقريبا 9:30 هيك شي 10 انا نمت بس جايز انا نمت بعد ناتالي بتذكر نامت ناتالي وكنت عم بطلع عليها وعم اقول انه بصورها ولا بخفى حدا شوي وبعدين بفيق وبصورها فقلت خليني اخفى شوي وبعدين فيق وصورها بس سبحان الله خفيت وما فقت لهلا بس ما في دليل المهم انا اثنيناتنا نمنا عندي بس لبعض طلبت من كريف ليكو قدي طيبة الرويقة عنا healthy pancakes كل شي صحي berries on toast avocado toast و detox drinks وهلا حنتروق اوكي جايز وخلصنا التحدي طبعا انا حالتي كتير تعبانة لانه انا يعني هلكانة هلا من التعب وبعدين انا ببيت ناتس واصلا ما زبطت حالي ولا هيك ضلتني كل الوقت نايمة المهم معانا انتي شو لك ردة فعلك تجاه التحدي صراحة لأنه أنا دايما بنام بكير صرت أفهم ليه أنا بنام بكير لو نمنا الصبح بس النوم الصبح مش مثل النوم بالليل عن جد مهم الشخص ينام عدة ساعات بالليل ومش الصبح لأنه it's super healthy إذا بدكم تبهوا على صحتكم مش بس النوم هيك. عن جد من أهم الأسس أنا قرأت تقارير بتقلك في ساعات معينة بالليل هاي الساعات هي الوحيدة اللي الجسم بيفرز فيها هرمونات معينة وفيتامينات معينة بتفيدنا بتفيد بشرتنا بتفيد صحتنا سو فكرة النوم مش انه بس تناموا بأي وقت لو نمتوا 10 ساعات بالنهار مش مثل ما نمتوا 5 ساعات بالليل المهم جايز بحبكم كتير كاميرا حتطفى من الشحن انا نور ستارز وهي ناتالي سلوم بنحبكم كتير 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 خيرات الله باي ونشوفكم وين وامتى والفيديو الجاي ان شاء الله باي باي